جهاز الانطلاق فتحت البوابات واندفعت هذه الأسماء على بركة الله لتتنافس على مسافة 1400 متر. الانطلاقة تبدأ مع إيساب قريح في المركز الأول الآن مع هذه الانطلاقة السريعة لهذه الأسماء، وأيضا المتابعة تأتي من المسار الخارجي التي تذهب الآن للمسار الداخلي هواوية ابنة سليبنج انديان، ومن المسار الخارجي ميلوفر في هذه الصورة المميزة. ميلوفر في المركز الثاني، هواوية في المركز الأول مع هذه الاندفاعة السريعة. هواوية بقيادة عادل الفريدي الذي يبتعد كثيرا عن بقية الأسماء، ما شاء الله تبارك الله أكثر من 5 أطوال ما بينه وبين بقية الأسماء. هواوية ابنة سليبنج انديان أقرب المنافسين. ميلوفر في المركز الثاني، وأيضا الحضور يأتي من عطاك الله في المركز الثالث، فيما تأتي أيضا ابنة علم من المسار الخارجي. تصاريح، وهنا تصاريح تتقدم بكل قوة، محاولات لهواوية للمحافظة على المركز الأول، فيما ابنة علم تصاريح تأتي بقوة، ربما تأتي بقوة على هواوية. تصاريح أم هواوية؟ تصاريح أم هواوية؟ تصاريح بكل قوة. ابنة علم على خط النهاية تسجل الانتصار الأول.